بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنشرح المسائل اللي جاية في الامتحان بخصوص الجيودسيا، وهي نوع واحد جاي أحوال الاحداثات من اكس واي زد لفاي ولامدا واتش من كارتيزيان جيودتيك او من جيودتيك كارتيزيان. في الاول خالص حاجات لازم نبقى عارفينها زي هيلمرت الليبسويد، الاي والاف والاي سكوير، القيم بتاعتهم دي القانون تبقى عارفه وحافظ القيمة. عندنا في البداية خالص أي إليبس زي ده كده عنده ميجر راديوس ومينور راديوس. الميجر راديوس بنسميه إيه؟ اللي هو بالأخضر، بالبرتقاني ده بنسميه بي اللي هو المينور راديوس. فهيلمرت الأي قيمتها تبقى محفوظة، أول ما بنيجي نحل ده بيبقى حفظ نعوض بيه في القوانين قدام شوية، اللي هو قيمتها كام؟ 637 8200، ده حفظ. والإف حفظ كمان، هي 1/297 3، ده القانون بتاع الإف. هي في هيلمرت احنا بنكتب القيمة على طول عشان دي أصلا متبقاش جاية معطى في الامتحان، انت بتبقى عارف الـ A والـ F. تمام، ده القانون بتاع الاف. من قانون الاف بنستنتج قيمة البي اللي هي دي اللي انت بتحسبها في الامتحان، عاوز تحفظها احفظها، هو ده القانون بتاعها. ده قانون البي اللي هو A في 1 ناقص F، ولها قانون تاني اللي هو A في جذر 1 ناقص E سكوير، وده القانون بتاع الاي سكوير. والاي سكوير لها قانون تاني اللي هو 2F ناقص F سكوير. ودي القيمة بتاعت F بالأخضر، آسف، القيمة بتاعت E سكوير. E سكوير بتساوي القيمة دي اللي هي 6.716 3. دي قيمة الـ E سكوير. طب الـ E بس القانون بتاعها جذر A تربيع ناقص B تربيع على الـ A، القيمة بتاعتها نفس الرقم ده من غير تربيع. هنا الـ E سكوير أخدت الـ E وربعتها، هنا هو الـ E سكوير بتساوي الرقم ده تحت التربيع، يبقى الـ E بس هي الرقم ده. طب الـ E سكوير كلها اللي هو ده، ده E سكوير كلها، ده حفظ. تمام. طيب ايه الـ N دي؟ الـ N دي اللي هي radius of curvature in vertical in prime vertical plane، وقانون انت بتبقى حافظ. في حاجة تانية اسمها ام برضو، radius of curvature in meridian plane، ام بيساوي a في 1 ناقص e سكوير على 1 ناقص e سكوير، سكوير ساين سكوير فاي كل 3/2، ده الام اللي انت تبقى حافظه زي اسمك الـ N، عشان بنستخدمها تقريبا في كل قانون. وقيمة الـ E الـ E سكوير تبقى حافظها، والـ F تبقى عارفها عشان بنبتدي بقى الحل هي والـ A. يبقى كده الحاجات اللي انت لازم تبقى عارفها الـ A والـ F والـ N وقيمة الـ E سكوير. تمام. نخش بقى نعرف بس الأحداثيات الجيودسية، علمنا بس على الحاجات المفروض تبقى عارفها الـ A والـ F والـ E سكوير، وده القانون بتاعها، ولها قانون تاني
هكتبه لك دلوقتي، وقانون بتاع الهنا، كل اللي بالأصفر ده تبقى عارف، تبقى حافظ القانون اللي بنحسب منه البي، وده كوميتال. القانون التاني بتاع الاي سكوير ده بيساوي 2 اف ناقص اف سكوير، اللي هي القيمة بتاعته دي، اللي هي برضو بتساوي 6.716 10³. القيمة دي انت بتعوض، عايز تكتب دي تمام، عاوز تكتب 0.0819 سكوير تمام، مفيش مشكلة. القانون بتاع ال ان ده بتبقى حافظه. طب الفاي دي بتاعت ايه؟ هي دي بقى اللي بتختلف، اللي بتغير لي نصف القطر بتاع الأرض، ودي اللي هنشرحها دلوقتي هي ايه أصلا الفاي. طيب دلوقتي اللي بالأصفر ده، ده محور الواي، وده الزد، وده الإكس، وده الإكس، ده الزد، ده الواي. اللي بالأحمر ده كوكب الأرض، الخط ده خط الاستواء، الإكويتور، وده خط جرينتش، طب اللي بالأخضر، اللي بالأخضر ده أنا دلوقتي لو معايا نقطة B هنا، فأنا لو جيت من عند النقطة دي زي مثلا سميها بي، وخط خط ده هيعدي خط طول، والخط اللي انا عامل له اسقاط هفضل اسقطه لحد ما يتقاطع مع امتداد محور زد، كده بقى عندي نقطة تقاطع مع خط طول، وانا وصلت لحد محور زد. انا من نقطة الاصل، نقطة تقاطع خط الطول اللي نتج عن امتداد الخط بتاعي مع خط الاستواء، بوصل الاتنين في بعض، فبوصل النقطتين دول مع بعض. الخط ده اسمه R. فين بقى الحساسات الجيوبيتية بتاعتي؟ أولا أنا خلاص بقى مش عايز امتداد في حاجة. الزاوية ما بين الخط اللي وصلت بيه من نقطة الأصل لحد نقطة التقاطع، مثلا نسمي النقطة دي O داش، النقطة دي O الأوريجن. الزاوية دي هي دي لمدة، هي نفس الزاوية دي، نسميها لمدة بي عشان النقطة بتاعتنا دي. والزاوية ما بين الخط اللي وصلت ما بين الأوريجين نقطة التقاطع دي فاي. النقطة دي من اسقاط النقطة بتاعتي، من اسقاط النقطة بتاعتي لحد نقطة التقاطع، المسافة دي كلها هي دي اتش. يبقى الحساسات الجاذبية بتاعت النقطة دي هي فاي ولندا و اتش. طب الحساسيات الكارتيزية، على فكرة فاي دي زاوية رأسية، زاوية رأسية، ولندا دي الزاوية الأفقية، هي نفس الزاوية ما بين خط جرينتش وخط الطول. طب أنا دلوقتي لو هرسم الحساسيات الكارتيزية، همسح الكلام ده،
باللون الأخضر الفاتح من النقطة دي لحد من بي داش لحد أو موازي لمحور زد، ده هيبقى الزد بي موازي لمحور إكس من النقطة دي لحد ما تقاطع مع محور واي، ده هيبقى الإكس بي. نفس الكلام من النقطة دي موازي لمحور واي لحد ما تقاطع مع محور إكس، ده هيبقى الواي بي. يبقى الحدثيات الكارتيزية الإكس بي الواي بي والزد بي ده بشكل مبسط للرسم عشان لما هنبصلها أول مرة أو من غير ما تشرحها مش تبقى فاهم الدنيا موجودة فيها إيه. يبقى الزاوية دي هي دي العمدة، الزاوية ما بين الخط بتاع اسقاط نقطة V والخط O، الخط O O داش هي دي فاي، والجزء ده من B لحد التقاطع مع خط الطول من B ل B داش هو ده H. طيب تمام، دلوقتي بقى المسألة، احنا عرفنا من هلمر قيمة الـ A والـ F والـ A سكوير، وعرفنا القانون بتاع الـ M، وعرفنا إيه هي اللمدة وهي الفاي وهي الـ H. دلوقتي أنا لو معايا الـ فاي والـ H اللمدة وعاوز منها الـ X والـ Y والـ Z، نكتبهم كويس. الأحمر معايا الفاي اللمدة الاتش، عاوز الاكس والواي والزد، دي القوانين اللي هنشتغل بيها الحفظ. طبعا الاكس بتساوي الان زائد الاتش كوزاين فاي كوزاين لامدا، الواي ان زائد اتش كوزاين فاي ساين لامدا، الزد بتساوي ان في واحد ناقص سي سكوير زائد اتش ساين فاي. احنا هنا فنشوف مثال بالارقام. طيب قبل ما نشوف مثال بالارقام، لو احتمال تيجي مثلا، لو جت مثلا بيقول لك احسب لي الراديوس اوف كيرفيتشر ان برايم فيرتيكال والمريديان، هما ال M ده في المريديان وال N في البراين فيرتيكال. القانون بتاع ال N قلنا خلاص تمام، هو ال A في واحد ناقص E سكوير ساين فاي ساين ترديع فاي كله أس نص، وال M تساوي A في واحد ناقص E سكوير واحد ناقص E سكوير ساين تربيع فاي تلاتة على اتنين. الكلام ده حفظ طبعا. فأنا لو عاوز أحسب ال N لو كانت الفاي 30 هعوض عن ال A القيمة بتاعتها اللي هي 6 3 7 8 200، ال A سكوير اللي هي 0.81. تسعة خمسة سكوير والتلاتين عوض عن سين تلاتين تطلع بقيمة ال N هنا اهو. ايه قيمتها عادي اللي هي نفس القيمة دي، والاي سكوير اللي هي نفس القيمة 8 1 9 5 سكوير، نفس النظام عوض عن الاي سكوير نفس الرقم ده، والساين
فاي هنا برضه هتبقى 30 هندرس 3 على 2 تطلع الام، سهلة مفيهاش مشاكل. نرجع بقى للمسائل نفسها الرئيسية بتاعتها، اللي هي لو معايا الفاي، لو معايا اللمدا والفاي والاتش، ازاي احسب الاكس والواي والزد اللي هو التحويل من جيوديتك لكارتيزيان. السؤال دلوقتي معايا فاي تساوي 30، اللمدة تساوي 20، 30 درجة 20 درجة، والإتش تساوي 2000 متر. يقول لك فايند واي وزد. أول حاجة احنا شغالين بهمة، هروح أقول له إيه بتساوي 6 3 7 8 200، والإف بتساوي 1/297.3 سكوير. دي سكوير تساوي 2F ناقص F سكوير تساوي 5. بعد كده أروح أحسب الـ N، ان بتساوي 1 ناقص بي سكوير ساين تربيع فاي. الرقم ده اللي هو بيساوي برضه 6 7 1 6 10 3. ينفع تكتبه كده أو كده، الاتنين صح. فهيبقى 1 ناقص 8 1 9 5 تربيع ساين تربيع فاي 130 درجة. كل ده هيطلع بيساوي 6 3 8 3 5 4 8 4 6 2. سيبها تاني على الآلة، ممكن رقم عشان نقله من الورق ممكن يطلع غلط، منرجعش على الأرقام. فهروح نحسب الـ X كده، أنا معايا الـ N، معايا الـ H اللي هي 2000، معايا الـ N، معايا الـ H، معايا كوزين فاي، معايا كوزين اللمدة، هيطلع لي الـ X على طول. فراح معايا عند الـ X اللي هي بتساوي N زائد H
زي اللمبة تساوي بقيمة ال n عوض على قيمة ال h ب 2000، أنا هزود 2000 هنا وهضربها في كوزين 30 في كوزين 20، هيطلع لي 5 1 9 6 5 4 4 الواي نفس القانون ان زائد اتش كوزين ساين لامدا، هعوض برضه عن الان والاتش وعن اللامدا وعن الفاي، هيطلع لي الواي 1 8 9 1 3 8 7 بوينت 5 3 1 متر لقيمة الواي، الزد هي بتساوي إن 1 ناقص إي تربيع واحد ناقص سن واحد ناقص اي تربيع زائد اتش، الكلام ده كله يساوي او الكلام ده كله مضروب في ساين فاي. عوض عن الان في قيمتها اللي احنا حسبناها فوق هي دي، وعوض عن الاي سكوير في قيمتها اللي هي دي او دي أي واحدة فيهم، وأزود عليها ال h اللي هي من المعطيات أصلا ب 2000 و ساين واي اللي هي 30 درجة، هيطلع لي إن ال z ب 31 71 31 71 38 9 يبقى أول حاجة دي أنا حافظ القانون، بعوض على طول القانون بعد ما بحسب الـ إي سكوير، تاني أول خطوة أنا كتبت ده المعطيات بتاعتي، والـ إي سكوير كتبت القانون بتاعها اللي هو ده 2 إف ناقص إف سكوير، ولها قانون تاني اللي هو الأورنج القانون بتاع الاي سكوير التاني اللي هو اي تربيع ناقص بي تربيع على اي تربيع، عشان استخدم القانون ده هضطر احسب الاي، احنا مش عايزين نضيع وقت في الامتحان، انا عارف قيمة الاف فهعوض على طول في القانون ده جبت الاي سكوير. النوع التاني من المسائل العكس، بيبقى معايا الاكس والواي والزد، يبقى معايا ال x وال y وال z وعاوز فاي واللمدا وال h، ده النوع التاني من المسائل، بيبقى معايا ال x وال y وال z، دي قيمة ال x 42 34 519 وال y 35 93 684 3 10، وادي الزد دي طبعا معطيات، ابتدي اقول له ان ال A بتساوي 6 37 8 200، وال F 0.1 على
7.9، رحت حاسب له البي علشان اقول له ان الاي سكوير بتساوي القوانين اللي هنستخدمها، أول قانون الـ R بيساوي X تربيع زائد Y تربيع. فين أصلا الـ R؟ ده الـ R، اللي بالبنك ده الـ R، ده الـ X، ده الـ Y. الزاوية دي هي لامدا من الرسمة اللي فاتت، من الرسمة دي ده الأر اللي بالبنت برضه، وده محور الإكس وده محور الواي. أنا خدت الجزء ده عشان أنا شغال بالإكس والواي، عاوز باقي الأحداث الجنسية. فبقى هو ده معايا، وهو ده الشكل اللي معايا. فكده الـ R يساوي الجذر التربيع من x تربيع زائد y تربيع، واللمدة تساوي تان ماينس واحد الـ y مقابل على المجاور. ده مثلثات عادي جدا، هقدر أحسب الـ R واللمدة. أول حاجة بحسبها اللمدة عشان القانون بتاعها مش محتاج مباشر. أنا معايا الإكس معايا الواي، حسبت اللمدة على طول. بس أول خطوة في المسألة بحسب الإي. ممكن ما تحسبش البي عشان توفر وقت، تروح للقانون بتاع 2F ناقص إف سكوير بيساوي تجي كاتب القيمة المحافظة بتاعة الـ e سكوير أو تعوض القانون ده. علشان احنا محتاجين الـ e واحنا بنحسب الـ phi، فبعد ما حسبنا الـ R و الـ lambda، أول حاجة بقى ابتدي فيها بعد ما بخلص الحاجات الأساسية، أنا بقول له according to Helmholtz ellipsoid، كتبت له الحاجات اللي محفوظها الـ A والـ F، وحسبت له الـ B من حسبت الـ E الـ square، أو أحسب له على طول الـ E square من 2F ناقص F square. فعملت أول خطوة، خدت اللمدة، طلع لي الناتج الأخير. يبقى أنا كده جبت أول إحداثي، اللمدة فاضل لي الفاي والإتش. ده القانون اللي بحسب منه الفاي، قانون الحفظ طبعا، جدول الحفظ. وده الشكل ده عشان تفهم منه الآر جي منين واللمدة. الإتش بتساوي R، H بتساوي R على كوساين فاي ناقص ال، لأن احنا حافظين القانون بتاعها، و الفاي بقى بتساوي الزد، الزد في المعطيات، ال R أنا لسه حاسبها، ال N عارف القانون بتاعها بس لسه هحسبها، ال H أنا عاوزها على ال N اللي لسه هحسبها. واحد ناقص سكوير زائد ال اتش اللي انا هاخده. يبقى انا كده ال اتش والفاي معتمدين على بعض، هضطر افرض واحد فيهم واجيب القيمة المبدئية ليه، واجيب الناتج التاني، واجيب القيمة التانية، ومن التاني اعوض في الاول، اجيب قيمة لل اتش
احسبت الاتش، اخد القيمة الجديدة للاتش، اعوض بيها في الفاي لحد ما اجيب قيم الارقام بتاعتها، افضل اكرر الخطوات لحد ما اطلع نفس الناتج. في المحاضرات الدكتور كان قايل ان احنا بنكررها 3 مرات او 4 مرات، اول ما يطلع الناتجين تحت بعض خلاص هي من ثالث مرة بتظهر. فانا كده خلصت اول خطوة، حسبت اللمدة، هروح احسب قيمة الار اللي هو اكس تربيع زائد واي تربيع، ادي الاكس وادي الواي كل ده تحت الجذر، طلع لي الار من متر طبعا. هروح اجيب القيمة المبدئية للفاي، ده القانون، قانون حفظ، والقانون ده حفظ اللي هو الفاي بتساوي تان ماينس واحد أو تان انفرس الزد على ار في ان زائد اتش على ان واحد ناقص سكوير زائد اتش. أول خطوة إن أنا بفرض إن ال n بتساوي ايه وال h بزيرو، وبروح أعوض وأجيب فاي نوت. فاي نوت لو عوضت القانون هنا هيبقى tan inverse دي الزد، أنا كاتب القيم بتاعت x و y و z عشان مينفعش نطلع ننزل، أدي الزد عوضت عنها، ال r أنا لسه حاسبها، عوضت عن ال n القانون دي المفروض ال n، عوضت عنها ب a، حطيت ال h بزيرو، عوضت عن ال n ب a كمان، واحد ناقص ال e سكوير زائد حشت ال h حطيت مكانها زيرو، طلعت لي قيمة للفاي نوت. القيمة دي هي دي قيمة الفاي نوت، فبروح أجيب ال n نوت. القانون بتاع ال n بيساوي اللي احنا حافظينه a على واحد ناقص e تربيع ساين تربيع فاي، فده هنا فاي نوت اللي انا لسه حاسبها قسط نص. حسبت ال n نوت طلع لي بالرقم ده، هاخد ال n نوت والفاي نوت اللي انا لسه حاسبهم، اجيب اتش نوت. القانون بتاع ال h بيساوي r على كوزين فاي ناقص n نوت، هروح احوش، هروح بقى اعوض عن ال r بقيمتها وعن الفاي نوت القيمة اللي انا لسه حاسبها ناقص ال n نوت اللي انا لسه حاسبها، هيطلع لي قيمة ال h نوت. هاخد قيمة ال h نوت واروح اجيب فاي واحد نفس القانون، هعوض فيه عن الزد قيمتها، ادي قيمة الزد، وهحوش ال r، احط ال r اللي انا حسبتها فوق، ال r بحسبها مرة واحدة بس بتتكرر معايا في كل الخطوات. فالزد على r دول اصلا الزد معطى، لو انا لسه حاسبها حطيته، هحط بقى الفاي واحد بيبقى فيها فاي واحد القانون بتاعه بيبقى n نوت زائد h نوت على n نوت واحد ناقص e سكوير زائد h نوت، هو القانون هو هو بس كل ما تحسب h جديدة و n جديدة بتروح تعوض عنهم وتجيب فاي جديد، تاخد الفاي تجيب بيها n جديدة و h جديدة لحد ما يطلع لك، تكرر الحركة دي 3 مرات لحد ما يطلع لك نفس الناتج للفاي وال n وال h. فأنا دلوقتي بحسب الفاي واحد اللي هي واد القانون بتاعها، حطيت ال n نوت اللي أنا لسه حاسبها، أدي 63 83 أدي ال n نوت أهو حطيتها هنا أهو، وال h نوت لسه حاسبها أهو، وأدي ان نوت واحد ناقص تي سكوير زائد اتش نوت، ده طلع لي فاي واحد، دي قيمة فاي واحد. ظبطت المعادلة فدي قيمة فاي واحد، بدي الناتج معايا فاي واحد هحسب منها ان واحد و اتش واحد، اروح الاول اجيب ال n ومن ال n اجيب ال h، لان واحد القانون بتاعها a على واحد ناقص سكوير ساين تربيع
هنا هتبقى فاي واحد كل أس نص. حط قيمة الـ اللي أنا عارفها و الإي سكوير ساين فاي واحد اللي أنا لسه حاسبها، طلع لي إن واحد. نعملها بلس، طلع لي إن واحد. هاخد الـ إن واحد أروح أحسب منه إتش واحد اللي هو آر على كوزاين فاي واحد ناقص إن واحد. أعوض الآر أنا كده كده هحسبها، وأدي كوزاين الزاوية بتاعتي كوزاين فاي واحد اللي أنا لسه جايبها في الخطوة اللي قبليها ناقص الـ إن اللي أنا لسه حاسبها، طلع لي اتش واحد. هاخد الـ اتش أجيب منها اتش واحد، أجيب منها فاي اتنين، ومن فاي اتنين أجيب منها إن تلاتة و اتش تلاتة. فاي اتنين أجيب منها إن اتنين و اتش اتنين، ده القانون بتاعها. الزد على الآر إن واحد زائد اتش واحد. تلاحظ إن الفاي سابقة الـ إن والـ اتش برقم، كانت فاي نوت حسبت منها الـ اتش نوت، بعد كده فاي واحد أنا هنا أهو فاي واحد حسبتها من الـ إن نوت والـ اتش نوت. لما هاجي أجيب فاي اتنين هحسبها من الـ إن واحد والـ اتش واحد اللي أنا لسه حاسبهم في الخطوة اللي فوقيها. هي كل خطوة بتنقل على اللي بعدها. حسبت فاي اتنين طلع لي. طبعا انت وانت بتتفرج على الفيديو شغال ورقة وقلم ومعاك القلم بتاعتك ما وبتتابع معايا، مش قاعد مستمع بس. حسبت الفاي اتنين، بعد كده نفس الخطوة راح اجيب ال ان اتنين، ده القانون بتاعها، ده القانون بتاع ال ان. عوض طلع لي قيمة، اروح اجيب اتش اتنين، ده القانون. عوض عن الارض قيمتها وعن الفاي اتنين اللي انا لسه هسيبها دلوقتي وديتها جوه الكوزاين، حسبت حطيت لان في مكانها، طلع لي اتش اتنين. رحت حسبت فاي تلاتة بعد اذا انا بحسب فاي اللور خالص، بحسب الفاي بعديه ال ان بعد كده ال اتش، وبقرر اخد ال ان الجديدة وال اتش الجديدة، اجيب منهم فاي جديدة، من الفاي اجيب ان و اتش جداد وهكذا. كررت المرة التالتة فاي تلاتة زد على جي زد على ار ان اتنين زائد اتش اتنين على ان اتنين في واحد ناقص اي سكوير زائد ال اتش. عوضت طلع لي قيمة للفاي تلاتة، رحت حسبت بعد كده ان تلاتة ادي القانون، طلع لي ان الان بتساوي الرقم ده. لو لاحظت هتلاقي ان تلاتة خلاص بقى برابع مرة، لأن ال ان تلاتة هي هي ال ان اتنين، وهتلاقي تقريبا فاي اتنين هي هي فاي تلاتة، النواتج طالعة هي هي. حسبت ال اتش تلاتة لقيته مختلف شوية، شوية كسور مختلف الكسور عن ال اتش اتنين. ادي ال اتش اتنين وادي ال اتش تلاتة تقريبا نفس الرقم مختلف في الكسور، فهعمل خطوة تانية، هروح اجيب فاي اربعة هيطلع لي نفس الزاوية اللي اتكررت معايا في الخطوة اللي فوق اهو نفس الزاوية، وال ان هيطلع لي نفس ال ان، هيطلع لي عوض القانون بتاع ال اتش، هيطلع لي نفس ال اتش اللي كانت طالعة في الخطوة اللي قبلها. لو عملت مرة تمام
دي بس انا اسف، دي هتبقى تمام، دي ان 3 ودي اتش 3. لو عملت خطوة كمان هيطلع لك نفس قيمة ال H وال N وال 4. فكده هيبقى الحدثية الجديدية بتاعتي دي الفاي دي اللمدا ودي ال H. الرقم الأخير اللي بيتكرر هو ده الحل بتاعي. كده تقريبا الجيوديسيا خلصت، فاضل بس النظري ومش محتاج شرح، ممكن نقراهم مع بعض او افعلكم البي دي اف على الجروب بتاعتين. ده تعريف الجيوديسيا، ده تايب الجيوديسي، ده جرافيتي اوف ذا ايرث، دي المسائل دي بتيجي نظري، الاسئله دي نظري، internal structure of the earth. المسألة دي اللي هو كان بيبقى طالب تحويل من ال G system ل G system، ودي الدكتور لغاها. النوع بس اللي احنا لسه حلينه هو ده اللي جاي، تحويل من geodetic coordinates ل cartesian coordinates. يبقى الفيديو الجاي بقى هنشرح فيه error propagation variance to variance، ويبقى كده خلاص، ربنا يوفقكم.